هل تسمعني رمضان؟ ما الجديد لديك؟ نعم نعم نعم، نحن الآن في لديك؟ مطار أعلم أن معك السفير الدولي في بيروت. نعم. وأثناء استقبال الطائرة المساعدات المصرية التي تحمل مساعدات للأشقاء في لبنان بناء على توجيهات القيادة السياسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معي الآن في مطار رفيق الحريري معالي السفير المصري في بيروت علاء مرسي. برحب بك يا فندم. أهلا بك، إزيك؟ أهلا وسهلا. نتكلم يا فندم بصدد دلوقتي جسر جوي مفتوح ما بين مصر وما بين لبنان، الخطة يا فندم وهي الاحتياجات، كيف يتم التنسيق وما هي الطائرة وما تحمله اليوم؟ طبعا الطائرة اليوم هي في حقيقة في إطار استئنافنا للجسر الجوي لمساعدات الإغاثية إلى لبنان اللي بدأ منذ عدة سنوات لظروف وأحداث مختلفة. النهاردة وصلت هذه الطائرة، الطائرة دي محملة ب 22 طن من المواد الإغاثية مقسمة إلى مواد طبية وأخرى أدوية وثالثة إعاشة وإقامة. في الحقيقة هناك التزام كامل من مصر بتوجيهات من القيادة السياسية وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه نقف إلى لبنان في هذه المرحلة كما وقفنا دائما، نسعى إلى تلبية احتياجاته، وبالتالي احنا بننسق بشكل مستمر مع الحكومة اللبنانية ومع لجنة الطوارئ للوقوف على احتياجاتها في محاولة لمعرفة ما هو الأهم وما هو العاجل بحيث نحن نلبي هذه الاحتياجات. اليوم طائرة، وفي الأيام القادمة سوف تأتي أيضا يعني إرسالات أخرى محملة بالمواد الإغاثية ومواد الإعاشة وفقا لطلبات الجانب اللبناني، وزي ما قلت بالتنسيق مع كافة الشركاء. الرسالة التي تأتي من مصر إلى الشعب اللبناني عبر لسانك نقلا عن القيادة السياسية مع الوزير؟ في الحقيقة أنه رسالة واضحة، إحنا التزمنا بالوقوف إلى لبنان حكومة وشعبا، وفي الحقيقة أنه ما نفعله الآن وما فعلناه في السابق هو دليل على هذا، مستمرين في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، بنقول إحنا بنتحرك على مسار سياسي صحيح بيحتاج جهود ويحتاج بعض الوقت، إنما أيضا هناك مسار إنساني، هذا المسار لابد من العمل عليه بشكل مكثف وحال، لأنه في الحقيقة ما يواجهه النازحين اللبنانيين في الفترة الأخيرة أوقاتا صعبة، وما نفعله هو محاولة التخفيف من وطأة الأحداث والعدوان الإسرائيلي على لبنان على هؤلاء النازحين. فإن شاء الله الفترة القادمة نستطيع زي ما قلت بالتنسيق مع الحكومة ومع الشركاء إن احنا نخفف من هذه المعاناة قدر الإمكان. المسار السياسي والبيان الأخير لوزارة الخارجية المصرية بأن مصر على المستوى الدبلوماسي تسعى لوقف إطلاق النار، في الحقيقة ده بتأكيد على الدور اللي بتقوم فيه مصر منذ البداية، منذ بداية أحداث غزة، وإحنا حذرنا مرارا وتكرارا من أنه ما يحدث في غزة سوف ينتقل بالتبعية إلى مناطق أخرى، وكانت الجبهة اللبنانية إحدى الجبهات المرشحة، هو ما حدث بالفعل. ما علينا الآن إلى أن إحنا نواصل هذه الجهود سواء على مسار غزة أو على مسار اللبناني من أجل وقف هذا العدوان الإسرائيلي في غزة وفي لبنان. نسعى بكل قوة للوصول إلى وقف إطلاق نار، لأن بنشوف إن هذا هو الحل، وصولا إلى إحلال السلام في المنطقة وفقا لأسس الشرعية الدولية والقوانين الدولية والقرارات اللي تم تبنيها في أكثر من مناسبة لإحلال السلام سواء كان في غزة أو في لبنان. علي السفير علاء موسى، سفير المصري في بيروت، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.